شارك عدد كبير من نجوم الفن في التسعينات بحفل القرن اللي أقيمت فعالياته في استاد القاهرة الدولي، وحضروا الآلاف من محبي نجوم التسعينات في الغنى. بنتكلم هنا على محمد فؤاد، إيهاب توفيق، محمد محيي، حنان، علي حميدة، أحمد عدوية، فارس ومنى عبد الغني وغيرهم. فرصة حلوة جدا ان انا اولا بلاقي اصحاب كتير جدا ليا في جيلي، انا بعتز بيهم جدا وبحبهم، بس هو ناقصهم كان الفنان الكبير طبعا حميد الشاعري، كانت البوكيه هيبقى كامل. بس انا مبسوط جدا جدا النهارده، وان شاء الله يعني تبقى عوده باذن الله كلنا كل الجيل بتاعنا. احنا النهارده مبسوطين قوي ان احنا شاركنا في حفل الجيل الجميل اللي احنا اتعلمنا منه، كلهم ناس نجوم. يعني احنا لسه نازلين على الستيج دلوقتي، واعتقد الجمهور الحمد لله مبسوط مننا جدا. وعايزين نشكر يا جماعه بجد برضو يعني الام بي سي ان هي حضرت النهارده الحفله، وخصوصا ان احنا فضلنا على الام بي سي كتير قوي، الناس بتشوفنا عن طريق 3-4 شهور وما فيهاش ملح فعلا. احنا مبسوطين ان انتوا حضرتوا النهارده، وان شاء الله الفتره الجايه بنحضر حاجات جديده، شوفونا على خير. طبعا نجوم كلنا بنعشقهم، يعني نجوم التسعينات اتربينا او عشنا حتى الفتره دي، وكانت بالنسبه لنا فتره القوه يعني في السماع والمتابعه والكلام.